بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فقد سئل الشيخ عبد الرزاق ابن عبد المحسن البدر حفظه الله تعالى عن حكم حلق اللحية، هل هو مكروه أو محرم؟ نستمع إجابة الشيخ حفظه الله تعالى. يقول: متعك الله بالصحة والعافية، هل حلق اللحية يعد من الذنوب أو أنه أمر استحباب فقط؟ لا، ليس أمر استحباب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بإعفائها، وقال في أمره بإعفائها قال: خالفوا المجوس أعفوا اللحى. ومخالفة المجوس ليس أمرا مستحبا، بل هذا أمر واجب. ولهذا فإن حلق اللحية أمر محرم، ولا يجوز للمرء أن يحلق لحيته، بل إن اللحية زينة للرجل وجمال. ومما يروى عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أنها إذا حلفت تقول: والذي زين الرجال باللحى. وفتاوى أهل العلم من مشايخنا الكبار وعلمائنا الأفاضل كلها واحدة متفقة على تحريم حلقها، وأن حلقها أمر محرم، ليس أمر مكروها فقط، بل هو أمر محرم. والدلائل على ذلك كثيرة، بسطها أهل العلم رحمهم الله في فتاواهم ومصنفاتهم التي في شأن اللحية. نعم.